ما هوش فيلم عظيم خالص، فيلم عادي يعني، اسمه السجينتان. كان نازل في وقت بس مش فاكره الفيلم ايه، للاستاذه ناديه الجلدي. جاب ايرادات تقريبا زيها، جاب ايرادات مذهله وما كنتش متخيله على فكره. عزموني في العرض الخاص ما رضيتش اروح، قلت انا بعمل افلام اهم من كده وانا عامله فيلم خفيف يعني. فجاب ايرادات فظيعه، فيلم يا دنيا غرامي، واحنا البطوله ستات، ثلاث ستات. قعد في السنه يجي سنه في السينما، سنه يعني كتير جدا. فيلم دونتيلا اللي انا عملته انا ويسرا، بقول لك الافلام النسائيه، جاب ايرادات ما كناش مصدقين يعني النجاح اللي عمله الفيلم. فلا طبعا كان فيه، طبعا يمكن دلوقتي ما بيبقاش فيه افلام كتير، ما بيدوش فرصه قوي لبطلات الجيل ده ان هم يستاثروا قوي بالبطوله الا في التلفزيون مش في السينما، وهم مظلومين لانهم فنانين جامدين جدا. لكن احنا في جيلنا لا، عملنا افلام وجابت ايرادات كتير لكل الجيل بتاعنا يعني، فكنا موجودين. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال بمناسبه جرأة حضرتك، هو سؤال يناسب شخصيه حضرتك. كنت عايزه اسال سؤال جريء يناسب شخصيه حضرتك. في مقوله بتقول ان الفنان يعبر عن اراءه السياسيه في اعماله ولا يلعب دور المناضل السياسي، فلماذا تعبر الهام شاهين عن ارائها السياسيه بشكل اقرب للمناضلين السياسيين ولا تكتفي بالتعبير في افلامها؟ شكرا. انا بكره السياسه جدا، وعمري ما كنت معتبر نفسي مناضله سياسيه. أنا بعبر عن رأيي كمواطن عادي، يعني أنا رافض حكم الإخوان، فأنا زي كل مواطنين كتير لا بيلعبوا سياسة ولا أي حاجة، وبيعبروا عن رأيهم، لكن عمري ما فكرت باللفظ ده اللي هو مناضلة سياسية، بالعكس أنا ضد ده خالص. وعلى فكرة اتقال لي قبل كده، ما أنت ما ترشحي نفسك في مجلس الشعب، طب ما تعملي مش عارفة إيه، قلت لهم لا خالص، مش من طموحاتي تماما، ولا أحب أدخل في السياسة، ولا أحب اكون بمثل جهه اصلا. انا بارائي لا امثل الا نفسي، لان انا ممكن اذي الجهه اللي انا همثلها، لان انا مش هعرف اقول غير اللي جوايا، يعني مش هعرف اعمل موائمه ان الجهه مثلا اللي انا بتبع لها دي هي عايزه ايه، او هم ارائهم ايه، او عايزين يطرحوا ايه. انا ما اعرفش اعبر الا عن نفسي، وعمري ما فكرت ان انا اكون مناضله سياسيه. لكن واجب على الفنان ان هو يواكب يعني مشاكل وطنه، يعني مش ممكن ينفصل عن الوطن وعن اللي بيحصل في الوطن ويكون لوحده قاعد، انا ماليش دعوه انا بمثل بس. لازم يبقى لك راي في اللي بيحصل في بلدك، لازم تدافع عن الناس، انت صوت الناس. انا في ناس كتير كانوا يقولوا لي احنا ارائنا زيك بس ما عندناش المكان اللي يدينا الفرصه نعبر. فانا بعبر عن الناس، اذا كنت بعبر عنهم بادواري فانا بعبر عنهم برضو بشكل شخصي لما يبقى في موقف مهم في البلد، فاحنا صوت الجمهور يعني.